السلام عليكم، مرحبا بكم في وصفه جديده من وصفات سوسو كيتشن. انا صباح اليوم غادي نقدم لكم كيك مغربي اللي حنا في المغرب كنسميوه مسكوته، وجيراننا في الجزائر كيسميوه مسكوتشو. غادي نقدمه لكم بطريقه مختلفه بعصير الليمون. غادي تلقاو الوصفه الاصليه ديال المسكوته في الصفحه ديالي. نمشيو نشوفوا المقادير والطريقه. يلا بسم الله. نبداو نضربو البيض والزيت. نزيدو عصير الليمون. والسكر والخميرة ديال الحلوى. سكر فاني والدقيق مع قبصة ديال الملح بشوية بشوية. نخلطوا العجين حتى يتماسك مزيان. نفرغوا العجين في طاوة نكونوا دهناها بالزبدة ورشيناها بالطحين. وندخلوها الفران حتى تحمر ونخرجوها. نخليوها تبرد مزيان قبل ما نحيدوها من الطاوة. الى بغينا ندهنوها بمربى البرتقال من الفوق ونقدموها بالصحة والعافية. شكرا والى اللقاء.